Toma, Alfonso, o meu nome é Marco. Antes de ir, você já mandou toda a volta? Vamos fazer para ele. كما ترون هنا ستار انيو يعني لإنشاء حساب جديد ولوجن من أجل الدخول إلى الحساب. نضغط على ستار انيو من أجل عمل حساب. كما ترون الشرح التسجيل في الموقع بسيط جدا، لا يتطلب أي معلومات، فقط الإيميل والباسورد. نكتب إيميل، عفوا، نضع الباسورد. قبل الضغط على كونتيني أريد أن أشير إلى معلومة مهمة جدا. كررت مهمة مهمة جدا، لأنه إن نسيت على الباسورد فلا يمكن استرجاعه بتاتا. يعني عندما تريد استرجاع الباسورد في حالة النسيان فذلك فهذا غير مسموح في موقع blockchain.info. إذا فمن الأفضل أفضل تدوين الباسورد على مذكرة خاصة بك أو إلى آخره. نضغط على كونتيني، راح تفتح لنا نافذة صغيرة. نضغط على أوكي. أنا مسبقا مسجل في الموقع، لذا فقط أو شيء كإشارات نضغط على وكونتيني، وفورا الموقع يرسل إليك رسالة تفعيل على الإيميل الذي سجلت به. وهذا نموذج عن الرسالة. كما ترون يوجد رابطين، الرابط الثاني يعني لتفعيل الحساب، أما الرابط الأول فهو للدخول إلى حساب. مثلا إن ذهبت إلى مقهى الإنترنت أو غيرت الحاسوب فضروري الدخول إلى الإيميل مجددا والضغط على هذا الرابط من أجل الدخول إلى حسابك مرة ثانية. بعد عمل هذه الأمور مبروك عليك الحساب. الآن نأتي إلى الدخول إلى الحساب. كذلك مطالب وولت. كما ترون هنا السحوبات التي تتم في دقيقة، يعني جزء سحوبات العالم. نضغط على لوجين من أجل الدخول إلى الحساب. كما ترون هنا يعني الكود الذي أشرت إليه هو ضروري للدخول إلى الحساب، لذا من الأفضل الضغط على اللينك كامل للدخول إلى الحساب. يعني مثلا أنا ضغطت على هذا اللينك سيأخذني مباشرة إلى الصفحة مع هذا الكود. يعني إن لم يكن هذا الكود في هنا لن تستطيع الدخول إلى حسابك، لذا ضروري العودة إلى الإيميل والضغط على اللينك لكي يعطيك مثل هذه الصفحة والدخول. فقط كتب المود الباس والدخول إلى حسابك. نكتب المود الباس، نضغط على أو غير. كما ترون بعد الدخول الحساب ان هذه هي الواجهة الرئيسية للحساب. نبدا اشرح هنا لتسجيل الخروج، وهنا لتحديث الصفحة. يعني هذا رصيدك بالدولار وهذا رصيدك بالبيتكوين. هنا عدد عمليات، يعني السحوبات التي تأتيك هنا من اجل ارسال البيتكوين، وهنا من اجل استقبال. كما ترون انا مسبقا قمت ببيع التحويلات، لهذا تجدون فقط الصفر الصفر. وهنا لم يتم بعد التحقيق، يعني ما زال يبحث. هنا كما قلت على العمليات، هذا رصيدك بالبيتكوين، هذا رصيدك المسحب بالبيتكوين، وهذا الرصيد الاجمالي. ساشرح طريقه تحويل البيتكوين من محفظه الى محفظه اخرى. هنا نضع محفظه البيتكوين، يعني التي تريد ارسال لها البيتكوين. هنا تضع القدر الذي تريد تحويله، وهنا يتم تحويله اوتوماتيكيا الى الدولار. مثلا اريد ارسال 0.20 بيتكوين تساوي الموقع اوتوماتيكيا يعطيها لك بالدولار 75 دولار، او العكس تريد ارسال مثلا 20 دولار الموقع مباشره يحوله الى البيتكوين كما ترى. وبعد ذلك تضغط انفوي ويتم ارسال. كما ترى هنا تجدون العملة، عملة البيتكوين كم تساوي بكل، مثلا البيتكوين 1 بيتكوين يساوي 377 دولار حاليا، حيث ان العملة في انخفاض. كما ترون المؤشر يعني في النزول، يعني العملة في انخفاض. اخر مرة رأيت العملة في احد المواقع وصلت الى 400 دولار، يعني العملة حاليا منخفضة. تأمل تزايد مرة تنقص.
كما ترون بعد استكمال التحميل هذه هي 24 عملية ثلاث يدي من السحوبات والدفع، يعني السحوبات التي والتحويلات التي أقوم بها. هذا إجمالي يعني إجمالي البيتكوين بالدولار، يعني لأني ضغطت على هنا الدولار، هنا ما حولته وما قمت وهذا يعني رصيد إجمالي. حاليا ليس لدي رصيد كما ترون. عندما ضغطت هنا تعطيك جميع جل العمليات التي قمت بها، يعني ما استقبلته كل شيء يتم هنا. مثلا أريد التحقق منها من هنا، أضغط على هنا ويأتي ويظهر لك كل معلومات السحب، يعني الموقع الذي تم التحويل منه إلى آخره. كما ترون الرصيد التي قمت باستقباله بالبيتكوين وبالدولار، تاريخ السحب إلى آخره. بقي فقط خاصية مهمة أريد أن أشير لها إلى لتغيير الإعدادات، وهذا كنت سأنساه. هذا هو الكود الخاص بك للمحفظة، يعني الكود الذي يكون المحفظة الخاص بك الذي تريد، إما تريد أي موقع سجلت في للبيتكوين ضروري تدخل بهذا الكود. يعني إلى هنا ينتهي الدرس، نلتقي في شروحات أخرى بحول الله.